عامل لقاءات من قبل؟ لا هاي أول مرة. هاي أول مرة؟ عم تتابع لو فرضنا جدلاً على سما؟ نعم. ظريف عم يكون البرنامج؟ كتر الله خيركم، وبرنامج كتير حلو. دخيل ربك، توقعتك إنه نلتقى بالصدفة نعمل لقاء مع بعض؟ لا والله ما توقعت، يعني صدفة هي، ما توقعت إنه نلتقى أنا وياك ونعمل لقاء. أنا هيك انبسطت فيه. حبيبي. بهالوش الحلو. الله يسلمك. في مثل بيقول الحكي إلك يا كنة. اسمعي يا جارة. اسمعي يا جارة. أي متى بينقال هذا المثل؟ هذا وقت الوحدة بدها تسمع جارتها، بتقول لها اسمعي يا كنة الحكي إلك يا جارة. رمضان كريم. علينا وعليكم. كيفك بمتابعة المسلسلات والدراما برمضان؟ يعني ماشي. يعني ولا عم تتابعي؟ لا يعني نص نص. شو عم تتابعي مسلسلات هالفترة؟ على قيد الحب شفته. وكسر عظم. كسر عظم. أكثر ممثل هيك حبيتيه هاي السنة برمضان؟ أكثر ممثل؟ ما بعرف أسماء، يعني بس شخصيات. شخصيات، تمام، ممتاز شخصيات. هذا شو؟ أكثر ممثل. أو هيك أكثر مشهد أثر فيكي؟ على قيد الحب بطرف وقت. احكي لي احكي لي عبري لي. انا هلا برجع على القناه وبحضر المشهد. يعني ما بحفظ اسماء او يعني بعرف شو المشهد كله. شخصيات مثلا شخصيه واحد جزائري كثير، يعني تمثيله حلو انا شفته كمان. في مثل بيقول تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. يعني شاطره حتى بالامثال. شو معناته هذا المثل؟ يعني بسمع امثال بس ما بعرف شو بالضبط معناه. شو بتتوقعي هو المثل بيقول تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي؟ شو بدي اشرح يعني؟ انت توقعي شو اي متى بينقال هذا المتى؟ يعني ولا مره قال لي هذا المتى؟ لا ما بقول امثال انا ما بتستعين. اوكي ممتاز. هلا اعتبريهم عم يحضروا. هذا المثل اي متى برايك بينقال؟ انه شغله انه مثل ما راحت مثل ما اجت. اقدر ما شو تفسير تفسير رهيب للمثل. عم تتابع البرنامج؟ ايه. وعم يكون هيك مهضوم ظريف؟ لا انت مهضوم ما شاء الله. دخيل قلبي. ظريف ما في منك. حضرتك من الشام ولا من غير محافظة؟ لا من الشام. ايه. من الشام. عادات تقاليد الزواج بالشام، هات لشو؟ في حنة، في سهرة العريس، في سهرة العروس، ويوم العرس. وفي حمام السوق. في حمام السوق، بس هي راحت صفياني يعني عادات قديمة، ايه بطلوا. العرس بيكون يوم واحد ولا أكثر؟ بعرف في مناطق مثلا بتكون بيقولوا سبعة أيام بلياليها. هذا الحكي قديم، هذا الحكي أيام الأتراك، أيام العصر العثماني، يمكن أيام زمان، بس هلا في سهرة العريس قبل بيوم، في سهرة العروس قبل بيوم، في حنة وهي بيقولوا لها الحنة كمان، ايه بعدين اليوم العرس الأساسي. والعروس هيك مين بيوقف معها بهي الفترة؟ يعني مين؟ ايه؟ رفقاتها، كل جيران. رفقاتها بيكونوا يعني غيرانين ولا؟ لك شغلة؟ بهذا اليوم ايه؟ كل اللي ما بحبه واللي بحبه بيعمل حاله بحبه. في مثل بيقول تيتي تيتي؟ مثل ما رحتي مثل ما جيتي. حلو، شاطرة بالأمثال معناتها. أي متى بينقال هذا المثل؟ هذا المثل اللي حظه تعيس. صراحة هيك بينقال. يعني اللي في ناس بتروح وبتيجي والله بيسر لها، في ناس بتروح وبتيجي وبتتعذب تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. هلا انت طلعتي اليوم ورحتي بس ما رح ترجعي مثل ما جيتي. ما رح ترجعي مثل ما جيتي. شفنا ادونيس. دخيل قلبك، رح لك كلامتي بألف خير. كلك خير. رمضان كريم. سلمي اياكي. ابو حمود. اهلين ابو حمود، حضرتك من اي محافظه؟ محافظه دير الزور. نعم والله. نعم شارع. بشو مشهوره دير الزور برمضان؟ مشهوره بدير الزور من الباكه على الباميه ثرود باميه ثرود خير الله. في كليجه ابو هاي هي شكون يا اخوي على طول الكليجه هي اللي مشهوره بيها. لهجه دير الزور اصلا تاخذ العالم هناك وناسها كمان. الله يبارك فيك. شو في هيك عادات متعلقة بالزواج بدير الزور؟ تبكى، عندك فرح، عندك لحم، عندك ذبيح، عندك سياق، عد سياق مصاري، وابو العروس الله وكيلك يقوم يجعد بظهره اللي وراه. ابو العروس هو اللي هيك بيسند لورا؟ يجعد بظهره اللي وراه. ليه؟ لأنه من شان المصاري. العرس يوم واحد بس بدير الزور ولا أكثر؟ لا بيوم واحد. يوم واحد؟ إيه. في مناطق لأنه بيصير فيها بيقولوا سبع ليالي وما بعرف. هاي قديما اول يعني كانوا اول على قبل الفرح بشي اسبوع سباق خيل ويجهزوا لها الشغلات هذه، وهلا لا صار كله على الموبايل. على الموبايل. على الموبايل صار كل شيء اسرع. الله وكيل. اصلا ما عاد في داعي ضلوا سبع ايام. انا ابن واحد اسمه ابو مسير قام يعزم بس الخليجيين على الموبايل يسوي يبعث لهم كروت. ما في داعي انه يروح يشوف الشخص لا او يقابله. لا صارت دعوات عامه يعني هلا دعوه عامه. ابو حمود في مثل بيقول تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي. جيتي شو معناته هذا المثل؟ والله هذا متوارث. اي متى بينقال يعني؟ هذا متوارث، هذا يعني مثل
اليوم شخص ما عم يستوعب بعيد عن السامعين، تقول له هالمثل هذا تيتي تيتي مثل ما رحت جيتي، يعني انه ما استفاديت منه شيء. ما استفاديت شيء ابد، بس انت معنا اكيد استفاديت، وانا انبسطت هيك بلقائك. الله يبارك ويديم عليك هالابتسامة والحكيات الحلوين. تسلم. بدي لك ان شاء الله كل عام تبقى الف خير رمضان وانت بخير. الله يبارك لك. عادات تقاليد الزواج بريف دمشق، اذا بدك فيك تحكي لي عن تجربتك يعني. اول شيء في حنة، في حنة للعروس وفي حنة للعريس، والصالة، والمهر غالي هلا خصوصا. هلا صار غالي. قبل كيف كان المهر؟ والله كان مقبول، بس هلا كثير كثير غالي. قديلك متزوجة؟ صار لي 10 سنين. 10 سنين، وقتها شو كان المهر؟ كان يعني كان يحطوا يعني 200 200، هلا ليرات ذهب. هلا زاد كثير. ليرات ذهب هلا كثير، مليون مليونين ثلاثة. بريف الشام قد ايه بيكون العرس؟ قد ايه بيطول؟ يعني في عالم بتقول مثلا 7 أيام بلياليها، في عالم بتقول 3 أيام. لا زمان قديمة، هلا يومين، يوم للحنة ويوم للعرس وبالصالح للعريس والعروس. مين هيك بيوقف جنب العروس بفترة العرس؟ من مين بتاخذ نصايح؟ مين بيكون معها؟ مين بيساعدها؟ امها، خالاتها، عماتها، رفقاتها، جيرانها. رفقاتها بيكونوا غيرانين بهي الفترة ولا؟ والله لا لا حرام، ما بيكون، بيكونوا فرحانين. لا بالعكس بيكونوا فرحانين. لا بيكونوا فرحانين عن تجربتي عم بحكي لك انا، يعني ما بعرف. في تفاصيل لها علاقة بحمام السوق هدول التفاصيل ولا كمان هي بطلت؟ والله هي الزمان يعني، هلا لا ما عادي يعني، بس في جمع رفقات، بيجتمعوا رفقاتها، بيسهروا يعني قبل بيومين مثلا، بتنعزم على الفطور على الغداء عند شي حدا، بس هيك يعني. هلا صاير كمان عم يصير حالات زواج حتى عن بعيد، يعني على سكايب وعلى على الفيديو قصص، واحد بيكون هون وواحد بيكون برا. ايه لكان ايه هلا هي على النت، كله على النت هلا، حتى هلا عريس، هلا عرس بدون عريس. بدون عريس؟ بس عروس. ما بتحتفل لحالها؟ بتحتفل بالصاله هي يعني، واهلها واهلها، وبتروح لعنده. في مثل بيقول تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. تمام، هذا المثل ايمتى بينقال برايك؟ هذا لما الواحد مثلا بده يساوي شغله وما بينجح فيها مثلا، عرفت علي كيف؟ يعني ما بينجح فيها، يعني بيضل يحاول ويجرب يحاول ويجرب، اخر شيء مثل ما راح مثل ما اجى، ما يعني انه بيفشل يعني. او بيكون هيك متامل بشي قصه. ايوه بيكون متامل بشي شغله، ايه بشي عملك، ما بتزبط معه. بسعاله وما بتزبط معه. ما بتزبط معه، حظاته قلال يعني. انت حظاتك كثير حلوين. الله وانا حظاتي كثير حلوين، انا عملت معك المقابله. بدي لك كل عام وانت بألف خير، رمضان كريم. تسلموا ايديك يا رب. بأي لحظة ممكن مايك وكاميرا سما يكونوا قدامكم. لا تنسوا تبعتوا لنا مقترحاتكم لأسئلة لو فرضنا جدلا على صفحة البرنامج على الفيسبوك. أنا أدونيس شدود، طروني بكرة، ضلوا بخير.